السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من زمان جدا، من أيام الإنترنت اللي بالتليفون، كنت بشتغل على الإنترنت. كنت دايما بدور على حاجات أقدر أكسب منها على الإنترنت. الحمد لله كان ربنا بيوفقني كتير، فقررت إن أنا مؤخرا أعمل شانل أو جزء من القناة للمجالات اللي ممكن نكسب منها بعض الفلوس على الإنترنت بدون جهد. طبعا أنا شغلي النهاردة بيعتمد على أمور معقدة وببرمج و يعني خبرات طويلة ودراسة، لكن هحاول أشوف لكم الحاجات اللي ما بتحتاجش دراسة ولا خبرة طويلة، حاجات بسيطة ممكن تطلع منها مبالغ مش هتعيشك، يعني ما تعتمدش عليها بشكل كامل، لكن أكيد ممكن تكون دخل إضافي يساعدك في حياتك. فالنهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض أول حاجة فعلية مجربة لفترة طويلة جدا مني ومن غيري. الحاجة دي معتمدة على تقنية جديدة منتشرة جدا على الانترنت في عالم الكريبتو كارنسيز، اسمها موف تو ايرن، يعني تتحرك وتاخد فلوس. بس هو ده اللي انت بتعمله. تعال أخي تعال إلى رياض تنتشي تراب. النهاردة هعرفكم على تطبيق مهم جدا ومجرب لفترات طويلة مني ومن غيري، بيعتمد على حاجة واحدة بس، ان انت تنزله على الموبايل وتمشي بالموبايل بس، وانت رايح مشاوير وانت في البيت وانت حتى على مكنة المشي بتلعب رياضة، طول الوقت هيحسب خطواتك، وكل ما تمشي بالبرنامج ده او بالموبايل معاك هيديك كوينز، عملات بتتحول لفلوس، ودي مرحلة تانية هنتكلم فيها بعدين. لكن خلينا نبدأ على بركة الله وننزل البرنامج على طول واقول لكم بعض التفاصيل المهمة عنه. اول حاجة هنعملها هنضغط على اللينك اللي موجود في وصف الفيديو تحت، واللينك ده هيخليك تحصل على 5 كوينز من غير ما تعمل اي حاجة. 5 كوينز دول بيترجموا بالخطوات ل5000 خطوة، يعني اول ما تنزل البرنامج هتلاقي عندك 5000 خطوة او ما يقابلهم 5 كوينز. طيب قيمة الكوينز دي ايه؟ ال1000 كوينز قيمتها $50، وحسب بقى انت بتتحرك قد ايه او بتمشي قد ايه. فنبدأ على بركة الله. اول ما تضغط على اللينك هتطلع لك صفحه بتقول احمد انفايتس يو تو جوين، قول له اكسبت انفايت، موافق. هتاخدك على جوجل بلاي، قول له انستول اوبن، هيطلع لك صفحه تقول لك ساين اب ويز جوجل. لو عندك اكتر من حساب هتختار الاكونت بتاع جوجل اللي انت عايز تربط عليه الحساب ده. بعد كده هيدخلك على السماحيات، ودي حاجة مهمة جدا، قول له access physical activities، وبعدين allow أو اسمح، وبعدين enable google fit، وبعدين allow step counting، ده مهم جدا. هتقول له بس no restrictions على البطارية، ما تخليش يعمل battery saving أو حفظ البطارية، allow step counting خلاص. وبعدين بيقول لك I will your steps only if you deactivate battery saver، عملناها بنقول له skip، وبعد كده خلص يبدأ يقول لك اتفضل اتحرك واكسب فلوس، تقول له جاتت والموضوع انتهى. طبعا زي ما انتم ملاحظين ده حساب جديد انا عامله عشان الفيديو، لكن بعد كده هنقل الاكونت بتاعي الحقيقي عشان تشوفوا عدد العملات اللي انا عملتها وازاي نتعامل مع العملات دي ونشتري بيها منتجات من الماركت بتاع الابليكيشن نفسه او نتبرع بيها للفقراء او لحفر ابار او الامور التانية دي. لكن خلينا في الاكونت الجديد ده نعمل حاجة مهمة جدا، وهي ساين اب تو كليم كوينز. البرنامج ده عامل كريبتو كارنسي، يعني عملة رقمية هتصدر في الصيف ده ان شاء الله، المفروض في اغسطس او سبتمبر بكتير. العملة الرقمية لما تنزل السوق هيبقى عندك القدرة ان انت تحول الكوينز اللي موجودة في الابليكيشن ده مباشرة بدون اي صعوبات للعملة الرقمية، وتبيعها وتشتريها زي ما انت عايز. ان انت تسحب من البرنامج دلوقتي متوفر وموجود، لكن الموضوع معقد شوية وفي لفة كده وفي شروط صعبة، لكن لما يبقى الستيبس دي او الكوينز اللي انت بتاخدها دي تتحول لعملات رقمية هيبقى البيع والشراء بمنتهى السهولة وفي لحظات. فخلينا نعمل ساين اب تو كليم، ان انت تحول كل العملات بتاعتك لكوينز لما العملة تنزل في السوق. هتقول له نيكست، تمام، نيكست نيكست.
وبعدين هتلاحظوا في الصفحة الأخيرة هنا إن هو بيقول لك طرق تحقيق عملات في الابليكيشن ده من التطبيق. فعندك 5 طرق هنا، الطريقة الأولى إن أنت تمشي، الطريقة الثانية إن أنت في حاجة اسمها ديلي تو إكس بوست، إن أنت بيديلك 20 دقيقة كل يوم بتتجدد كل 24 ساعة بتقدر فيهم تضاعف عدد النقاط. يعني مثلا لو هو بيديك كوين واحدة على الألف خطوة، في ال 20 دقيقة اللي أنت هتاخدهم في اليوم دول هيديك على الألف خطوة 2 كوين، يبقى بتحقق ضعف الانكم بتاعك، وده متاح كل يوم. يعني كل 24 ساعة هتلاقي العداد بتاع ال 20 دقيقة ده اتصفر وتقدر تستخدمه من أول جديد. الطريقة الثالثة عشان تقدر تحقق كوينز ان انت تضيف اصدقاء لحسابك. الطريقة الرابعة ان انت تشتري بريميوم اكاونت، يعني حساب مميز تدفع مبلغ سنوي في الغالب يبقى بسيط، يعني مقابل ان كل خطواتك تضاعف برضو، بدل الالف مقابل الالف تاخد عملة هتاخد عملتين. لكن يعني انا شخصيا مش عامل كده، لان احنا هدفنا ان احنا نطلع فلوس مش ندفع لهم فلوس. اخيرا هي الديلي ريوردز، ودي عباره عن 3 صناديق بيظهروا لك في تحت الحساب، بتضغط على اي واحد فيهم بيطلع لك اعلان، وفي الغالب اعلانات عاديه يعني ما فيش فيها مشكله ان شاء الله. لو فيها مشكله اقلب الشاشه بقى لحد ما تخلص، وبعدين بيعمل لك سبين كده بيطلع لك عدد عملات عشوائي، يعني ممكن نص عمله، عمله، 5 عملات، 10 عملات، انت وحظك. فدول ال5 طرق اللي ممكن تحقق منهم عملات. طبعا في طريقه تانية ان حد يحول لك عملات من عنده، لكن احذروا من هذا الامر. يعني في ناس بتعرض عليك انها تشتري البوينتس بتاعتك او الكوينز بتاعتك مقابل اسعار اقل بكتير من السعر المقيم للعملات دي. زي ما قلت لكم ال1000 نقطه بتقيم بحوالي 50 دولار، لكن هو يقول لك مثلا هشتري ال1000 نقطه منك ب10 دولار، فانت بتفرح لان يعني مفيش فيها صعوبات كتير، مجرد ما تبعت له بيبعت لك ال10 دولار وخلاص. لكن لا انصح بهذا الامر لان في بخس لقيمه الحاجه اللي معاك. النقطه الثانيه كمان ان في للاسف الشديد نصابين كتير بيقول لك ابعت لي وانا هبعت لك الفلوس وما بيبعتش. الكوينز دي فعلا قيمه وفي ناس كتير بتشتريها، بس المهم تبيع بالسعر المناسب، والانسب ان انت تظبط الشروط اللي هم طالبينها وتبيع بنفسك عن طريق الباي بال او عن طريق تحويلات البنك. وان شاء الله نبقى نتكلم في الموضوع ده بعدين، او تستنى لحد شهر او شهرين كمان لحد ما تنزل الكوين، ساعتها هتقدر تخرج الكوينز بتاعتك بدون اي مشاكل وبدون اي وسيط. نتوكل على الله وننقل على حسابي عشان نشوفوا بعض البيانات وازاي نستخدم الكوينز في شراء المنتجات من داخل البرنامج. ده الاكونت بتاعي زي ما انتم شايفين فيه 1564 عمله، قول بسم الله ما شاء الله. دول قيمتهم حوالي 75 دولار. هتلاحظوا تحت ان مكتوب يو ار ووكينج فور كريبتو سويت is launching in summer، يعني انا حولت فعلا للكوينز الجديده اللي هتنزل في الصيف ان شاء الله. ال 1564 دول رغم ان انا مش مدقق يعني مش مركز مع البرنامج، يعني احيانا كتير بنسى ان انا افتح الاوبن تو اكس بوست اللي هو ضعفه الربح، و يعني كمان الاعلانات اللي بتيجي تحت احيانا كتير اغلب الاوقات اصلا ما بضغطش عليها. لكن لو انت اهتميت شويه ممكن في نفس المده اللي انا عملت فيها 1564 تعمل انت 3000 و4000 كمان. كمان في نقطة مهمة جدا وأرجو إن محدش يستغلها عشان يغش، التطبيق في الأول كان بيعتمد على الجي بي إس، يعني لازم تخرج من البيت وتمشي عشان يحسب لك خطوات، لكن بعد كده اكتشفوا إن ده بيقلل من إيرادهم هم نفسهم، لأن يعني الناس لقت الموضوع صعب فلغوا الجي بي إس ده خالص، والستبس أو الخطوات بدأت تتحسب بالهز. يعني لو انت ماشي جوه البيت او ماشي على مشايه مثلا نص ساعه، ربع ساعه، 10 دقائق، كل الخطوات دي هتتحسب. عشان كده هتلاقي فيديوهات منتشره عن ناس بتغش الابلكيشن، وهم ما عندهمش مشكله الحقيقه، لان هو في النهايه هو بيكسب من الضغط على الاعلانات زي ما انا قلت لكم. خلينا نتجول في التطبيق كده واعرفكم على بعض السمات، وازاي نشتري من الماركت، وازاي ندخل على مزاد، وازاي نتبرع لو عايزين. بس خدوا بالكم انتوا بتتبرعوا لمين، لان احيانا في حاجات غريبه. يعني هنا الديلي 2x ده لو ضغطنا عليه هيفتح لك الصفحه. زي ما انتم شايفين انا النهارده عملت 2.5 كوين تقريبا، هتلاحظوا ان مقابل 1335 ستيب او خطوه. المفروض في الطبيعي ان انا احقق من 1000 خطوه دول حوالي 1.3 كوين، لكن عشان انا استخدمت المضاعفه الصبح الفجر يعني فخدت ضعف الرقم. طبعا لو انا ما استخدمتش الميزه دي النهارده كان هيبقى في
بوتن كده او زرار اضغط عليه عشان افعل 20 دقيقه، لكن بعد 24 ساعه هيرجع تاني ان شاء الله. هتلاحظوا هنا طبعا دي الصفحه بتاعت البوست، هنرجع تاني ننزل تحت شويه، هنا بيقول لك invite a friend get 5 sweet coin، لما بتدعو صديق بتاخد 5 كوين وهو كمان بياخد 5 كوين. هنا الديلي ريوردز اللي انا قلت لكم عليها اللي هي الاعلانات، هتلاحظوا ان في 3 مفتوحين. انا مش عارف الحقيقه النهارده انا مشيت لصلاه الفجر ومحسوب لي في الديلي 2 اكس بوست، لكن مش عارف حاسب لي زيرو النهارده ليه، يبدو ان في خطا في الشبكه او حاجه. لكن على اي حال دي الديلي ريوردز اللي هي الاعلانات اللي قلت لكم عليها، هتلاحظوا ان في 3، في 2 مقفولين لان واحد منهم محتاج 500 خطوه الاول. انا المفروض مشيت الصبح بس فيه، يلا مش مهم. هوريكم واحد منهم اللي هو الاولاني مش محتاج اي خطوات، نقول له كليم. ده اعلان لشركه كريبتو، شركه تداول يعني. بنستنى لحد ما الاعداد يخلص تحت واحد، وبعدين نقول له اقفل. هتلاحظوا هنا ان جالي 1 كوين، يعني كاني مشيت 1000 خطوه بدون ما اتحرك من مكاني. نيجي ندخل على الصفحه الثانيه اللي هي هنا دي، هنلاقي هنا الشوبس او الشوب اللي هو بتشتري منه. مثلا لو انا قررت اشتري حاجه من الحاجات دي، هو هنا الاولانيه دي ب 160، سلسله الثالثه دي مش عارف ايه، فيزيكال برودكتس 90%، كل دي علي يعني عليها عروض وخصومات. ندخل على الاولانيه دي ب 160 كوين، تكتب اسمك على سلسله مقابل 160 كوين، واحده للشخص الواحد، بتاخد واحده بس ليك يعني العرض ده. مدة العرض 48 ساعة، لكن المشكلة فين في الحاجات المادية دي؟ قصة الشراء دي لسه مش فعالة قوي، يعني شغالة كل حاجة، اشتري ادخل اشتري مفيش مشكلة لو معاك كوينز، بس هو المشكلة تيجي يقول لك ايه 160 كوينز او حتى مجانا، لكن تلاقي مصاريف الشحن 10 دولار. طب انا اروح اجيبها من اي حتة هنا وخلاص يعني. فالموضوع ما بيبقاش فعال قوي. سويب تو باي فور دي، يعني هدفع 160 كوين زائد مصاريف الشحن. وفي كمان منتجات اونلاين بتبقى يعني كورس ابلكيشن اونلاين، ودي افضل بكثير من ان انت تشتري حاجه ماديه، لان زي ما قلت لكم هيبقى مصاريف الشحن مبالغ فيها. ندخل على دونيت يعني تبرع، ونشوف القضايا اللي بنتبرع بيها اللي متوفره ايه، لان دايما من وقت للتاني بتتغير الحاجات دي. خدوا بالكم عشان احيانا بيبقى في تبرع للمثليين، يبقى بدور بالظبط انت بتتبرع لمين. كامبين اوف ذا ويك سيت اب فور نيتشر، ده تبرع لفقراء اسيا اظن، وجمعوا هنا 690 الف الناس تبرعت بالمبلغ ده، المفروض هم عايزين مليون. اللي تحت ده تيك اكشن فور ال جي بي تي اللي هم الشواذ، اعاذنا الله منهم. طبعا ده يعني حتى تبصق عليهم وتمشي من غير ما تعمل اي حاجه، واحد يتبرع بالمسلمين يا جماعه تبقى مصيبه يعني. بيد اللي هي المزاد دي مجموعه للمراكب، هواة المراكب، انتوا عارفين طبعا احنا عندنا لانشات فمش هينفع. واخيرا الكريبتو اللي هو هيتحول الستيبس او الخطوات بتاعتك او الكوينز بتاعتك لكريبتو في الصيف ان شاء الله، لكن ده خلاص احنا اشتركنا فيه. ندخل على الوالد بتاعتك، الوالد بتاعتك هنا باي، انت انا كسبت 3.5، ده اللي انا قلته ان انا مشيت الصبح بس هو العداد مش مبين. انا مشيت خدت ديلي ريوردز، خدت 1 كوين اللي خدناه مع بعض دلوقتي من الاعلان، ومن الخطوات العاديه 1.26 يعني 1.26 من 100، والبوست ريورد اللي هو مضاعفة ال 20 دقيقة اللي قلت لكم عليها برضه نفس القيمة. كده يعني تقريبا احنا خلصنا اغلب الحاجات. هنيجي على الكتاب الأخير اللي هو تحت ده، هنا في تشالنجز، هنا تشالنجز يعني لو عايز تدخل في منافسات في المشي، تدخل على الساعة دي مثلا اللي هي قدامنا دي، و جون 250 ألف ستيب تشالنج، إن أنت تمشي 250 ألف خطوة خلال شهر يونيو، ممكن تكسب الساعة دي أو تكسب منتجات من أديداس اللي هي في الأولانية دي برضه 250 ألف خطوة، وهكذا. دي خطوات فريندز، دول الأصدقاء بتوعك اللي أنت بتدعوهم.
ممكن تعمل شير لو تحب على فيسبوك او واتساب. والاحداث طبعا طبعا مره تانية للاسف الشديد الشواذ، خدوا بالكم يا جماعه الله يهديكم، وخلوا بالكم على اولادكم لان بيدسوا هذا الشر وهذا السم في كل ما يقع امامنا على الانترنت وعلى التلفزيون وفي الكرتون زي ما انتم عارفين. حتى موضوع ديزني الاخير ده ربنا ينتقم منهم ويهلكهم عاجل وغير اجل. اخيرا كده يعني احنا خلصنا كل حاجه ان شاء الله. اللي عنده اي سؤال يسيبه لي في التعليقات، اللي عنده اي اسئله عن موضوع سحب الفلوس والباي بال والبنوك والكلام ده، لان الموضوع ده بيتغير من وقت للتاني في الابلكيشن، هما بيغيروا الشروط من وقت للتاني، فممكن تكتبوا لي في التعليقات وان شاء الله ارد عليكم، وممكن كمان اساعدكم سواء في السحب او حتى لو يعني في حد بيشتري بسعر مناسب ممكن ادلكوا عليه. بس المهم اتحركوا وامشوا، وفي النهايه انتوا كسبانين لان انتوا هتمشوا وتخسروا وزن وكمان تكسبوا كوينز. لا تنسونا من الدعاء، ما تنسوش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.